عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم تلاميذ سنة ثانية إعدادي مسلك دولي بيوف. إذا توجور مع لا سيري ديالنا، السلسلة ديالنا ديال التمارين كنا بدينا الشهر هادي، غنكملو في إكزرسيس 4 حول درس لي نوم غاسيونيل انتروداكسيون كومباريزون، الأعداد الجذرية مقدمة ومقارنة. إذا مع التمرين 4، قبل من أنصح التمرين، إذا كنتم أول مرة تشاهدون هذه القناة لا تنسوا الاشتراك في القناة من فضلكم، وذلك بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا. إذا التمرين 4 اش عندنا؟ شيرشي لا فالور دو ا بور كو لي نومبر راسيونيل سويفون سوا بوزيتيف اي نيجاتيف ان ميم طون. ا موان 9 سور 13، ا بلس 14 سور موان 9، اي 2 ا موان 6 سور 23. صادير اوجد قيمة العدد ا بحيث يكون أعداد الجذرية التالية موجبة وسالبة في نفس الوقت. إذا شنو العدد اللي كيكون موجب وسالب في نفس الوقت؟ فهو صفر كما تعلمون. إذا عندنا أ ناقص 9 على 13، عدد موجب وسالب، إذا كان يساوي صفر. هذا العدد كامل يساوي صفر، إذا كنقول بأن هذا العدد هو موجب وسالب، لأن صفر عدد سالب، هنا عدد متساوية. أ ناقص 9 على 13 يساوي صفر. إذا كتكون عندنا المتساوية محققة، إذا كان عندنا ماشي المقام كنا، ولكن كنشوفو البسط، إذا كان البسط منعدما، إذا كان أ ناقص 9 كتساوي لنا صفر. عدد جذري منعدم ككل إذا كان البسط منعدم، ماشي المقام، المقام خاص يكون دائما يخالف صفر، إذا كان البسط يساوي صفر، إذا أ ناقص 9 يساوي صفر. أ ناقص 9 يساوي صفر على شكل معادلة شفتوها في السنة أولى إعدادي. إذا أ ناقص 9 يساوي صفر، إذا كان أ تساوي 9، إذا 9 ناقص 9 يساوي صفر، إذا أ تساوي 9. إذا غندوزو للحالة الثانية، إذا هنا عندنا أ زائد 14 على ناقص 9 تساوي صفر. متى يكون هذا العدد منعدما؟ كما قلنا أي عدد جذري منعدم خاص يكون البسط ماشي المقام، المقام خاص يكون يخالف صفر، كنمشيو للبسط، البسط خاص يكون يساوي صفر، إذا بغينا يكون هذا العدد كامل يساوي صفر، إذا خاصنا يكون عندنا أ زائد 14 يساوي صفر، وهنا ماشي أ يساوي 14، هداري، عشان عندنا زائد، قبيلة كانت عندنا ناقص هنايا، إذا نقدر نديرو أ ناقص ناقص 14 يساوي صفر. أ ناقص واحد العدد يساوي صفر، إذا أ يساوي هذاك العدد اللي هو هذا، أنا في هاد الحالة يساوي ناقص 14، إذا أ كتساوي لنا ناقص 14 باش يكون لنا هاد العدد يساوي صفر. إذا بحال هكا ترى راكم فهمتو، كتبان ليا داكشي في المتناول. إذا عندنا جوج أ ناقص 6 على 23 تساوي صفر. إذا متى يكون هذا العدد يساوي صفر؟ قلنا إلى كان البسط، إذا عندنا خصنا يكون جوج أ ناقص 6 هي اللي تساوي صفر، وجوج أ ناقص 6 تساوي صفر. هنا ما خصناش ندير أ هنايا، ما نزربش، باش عطي واحد جوج هنا نخليها هي الأخرى، أنا خصنا ندير هنا جوج أ تساوي 6، هاد العدد كامل خصو يكون يساوي 6، بحال هنا عندي خصها تكون عندي 6 ناقص 6 يساوي صفر، جوج أ تساوي 6، عباش نشوف أ شحال خصها تساوي، إذا جوج في أ تساوي 6. ستة هو جداء ديال العددين ديال هاد جوج وديال هاد العدد أ، إذا بحال أ هو خارج العدد ستة على جوج، أ هو خارج ستة على جوج، إذا هنا عندي أ هو ستة قسمة جوج، وستة قسمة جوج ما هي إلا ثلاثة، إذا غندير هنا النتيجة ديالي، أ خصها تساوي هنا ثلاثة، إلا درنا أ هي ثلاثة ضربنا ثلاثة في جوج هي ستة. إذا جينا هنا لقينا أ عوضنا بثلاثة غنضرب جوج في ثلاثة هي ستة، وستة ناقص ستة هي صفر، صفر على 23 هي صفر، إذا هي هاديك صحيحة. إذا شكرا وإلى اللقاء في الفيديو المقبل إن شاء الله.